ويمكن الناس هتبقى عارفاك من خلال الأعمال اللي عملتها في مصر سواء في الدراما أو في السينما، لكن عايزين بقى نعرف كواليس بطرس، يعني احكي لنا أو عرف المشاهدين بيك أكتر، وبدأت رحلة التمثيل بدأت معاك إزاي، وإزاي التحقت بعمل سينمائي في مصر؟ أنا اسمي بطرس ماركو من جنوب السودان زي ما قلت. درست موسيقى ودراما جامعة السودان تخصص التمثيل، وبعد كده ما اشتغلتش في المجال إلا أن جيت مصر هنا. ده كان في 2010 مش كده؟ في 2010 أنا جيت مصر من 9 سنين، يعني من 9 سنين أهو، بس يعني مش مستغير على طول، برجع السودان وباجي. لما جيت مصر كنت جاي ليه أصلا؟ لما جيت مصر أصلا جيت بالصدفة، كنت جاي لعلاج والدتي، وبعد كده شاءت الظروف ان انا تستقر شويه في مصر، والدتي ترجع واقعد شويه، كنت بخلص شويه حاجات، وبعد كده مصر عجبتني وحبيت مصر اكيد، حبيتها اكيد طبعا، فغررت اكمل. طيب احكي لنا اكتر يا بطرس عن تجربه التمثيل بقى، وازاي اترشحت الفيلم فوتوكوبي، وايه اللي حصل، وتعديت للدور ازاي؟ قبل فوتوكوبي كان المفروض ان انا اعمل فيلم انتاج اجنبي، وكانوا عاوزين يعملوا فيلم عن اللاجئين الافارقه هنا في مصر، فكانوا بيدوروا على ممثلين سمر، وشاءت الاقدار ان تتقدم. لا ما تقدمتش. كان المخرجه هي من بولندا، كان بتدور بنفسها على الممثلين، بتنزل تدور على الممثلين، فجات على كذا مكان وفيها افارقه، فكانوا بيقولوا ما حدش هيعرف يخدمك في الموضوع ده الا واحد اسمه بطرس. فثلاث مرات راحت الزمالك وراحت وسط البلد تدور عليك، وكل اللي كان بيلاقيها بيقول لها بطرس. فصممت انها عايزه تشوف مين بطرس ده، واتقابلنا، عملت الاوديشن، اختارتني للدور، وابتدينا التصوير فعلا، بس لظروف ما تمش الفيلم، بظروف الثوره واللي كان حاصل هنا في مصر. كنت بتمثل الدور باي لغه؟ كان باللغة الإنجليزية، وشوية عربي على شوية اللغة الأفريقية. أنت بتتقن اللهجة الأفريقية بتاعتك واللغة الإنجليزية والمصري طبعا، بقينا مصريين كده بنعرف المصري مع بعض. فوتوكوبي عملاق زي النجم محمود حميدة، الفرصة جات لك إزاي واستفدت منه إيه؟ بعد ما الفيلم وقف للظروف دي، فكان في شركة مصرية تقريبا ضمن الإنتاج، ضمن كرول الإنتاج، ولحسن حظي واحد من الناس كان في الاخراج برضه في فوتوكوبي. فلما عرف بقول لك ايه بطرس، ما تيجي نشوف لقطه من فوتوكوبي ونرجع نكمل الحديث عنه. يا ريت. يلا. يا عم محمود اصبر، انت فين يا ابني؟ بقالك مدة ما شفتكش. امتحاناتنا في الازهر قد بدأت. اقدم لك صديقي عثمان. برضو؟ نعم، لكن من السودان. اكرم ناس. شكرا. استنى، ده انا محضر لك مفاجأة. رشيد ياكيني كانوا ابو كاتشي. من هؤلاء يا عم محمود؟ دول اشهر لعيبة كرة في بلدك نيجيريا، دول معروفين في العالم كله، ده حتى الواد عبد العزيز عارفه. عم محمود انا من النيجر. يا ابني ما تلخبطنيش بقى، انا مصري انت ايه؟ نيجيري. شفت بقى فين الاختلاف في اللي انا بقوله؟ يوه يا عم محمود مفيش اختلاف. ده طبعا كان مشهد من فيلم فوتوكوبي امام العملاق محمود حميدة.